ما حكم صيام الثامن من رجب والسابع والعشرين من نفس الشهر؟ تخصيص هذه الأيام بالصوم بدعة، فما كان يصوم يوم الثامن والسابع والعشرين ولا أمر به ولا أقره فيكون من البدع. نعم. قد يقول قائل كل شيء عندكم بدعة، وجواب عليه حاشا والله، إنما نقصد البدعة في الدين، وكل شيء تعبد الإنسان به لله عز وجل بدون دليل من الكتاب والسنة فهو بدعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي وإياكم ومحدثات الأمور. فالمراد البدعة في الدين الذي يتقرب به الإنسان الله عز وجل من عقيدة أو قول أو فعل، فهذا بدعة وضلالة. أما البدعة فيما يتعلق بأمور الدنيا فكل شيء نافع من أمور الدنيا وإن كان لم يكن موجودا من قبل فإننا لا نقول إنه بدعة، بل نحث عليه إذا كان نافعا وننهى عنه إذا كان ضارا. نعم. أحسن الله إليكم.